Let's go. السلام عليكم شباب وصبايا. واو something went through my eye. Anyways. Nice. السلام عليكم شباب وصبايا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. موضوعنا لليوم رح يكون افضل نوع من انواع الكارديو. كابتن، شو احسن كارديو بيحرق دهون؟ شو امشي على هذا الجهاز، اعمل نص ساعه على هذا الجهاز، انط الحبل، انط المدري شو، انط من فوق البنايه؟ تجيني كثير اسئله تتعلق بالكارديو. الكارديو لا يتعلق بنوع الجهاز، اوكي؟ الكارديو لا يتعلق بنوع الجهاز، الكارديو بيتعلق بشدة تمرينك. يعني خلينا نشوف هذا الجهاز، هلا انا راح اطلع عليه وراح اوضح لكم. قبل ما اطلع على الجهاز بدي اوضح لكم شغله، لا تركزوا على الوقت اللي انتم بتعملوا فيه الكارديو، ركزوا على السعرات الحراريه اللي انتم بتحرقوها. يعني بتشوفوا لما تطلعوا على الجهاز، اذا انتم عاملين درجه الصعوبه رقم واحد وبتقضوا ساعه ممكن تحرقوا تقريبا خلينا نقول 200 سعره حراريه، بس انتم بترفعوا درجه الصعوبه بالجهاز مثلا لدرجه 10، خلال نص ساعه رح تحرقوا يمكن 500 سعره حراريه. فشدة التمرين هي المهمة، شدة الكارديو هو المهم. شو ما كان الجهاز، جهاز غزالة، جهاز مشي، جهاز بطيخ مبسمر، في فرق كبير إذا أنت عم تمشي أو أنت عم تركض، في فرق إذا أنت كمان في عندكم كمان جهاز الستيبر، في فرق إذا أنت حاطط جسمك هيك على الجهاز وبس عم تتحرك، وفي فرق لما تكون أنت واقف ووزنك كله على رجليك وعم تنزل وتطلع. فشدة التمرين هي اللي بتحدد افضل نوع من انواع الكارديو. شوف انت شو بيعجبك بالنادي او بالبيت او الى اخره، مو ضروري بسكليتك، غزالة، لوف باند، اللي هو التريدميل، مو مهم، اهم شيء درجة الصعوبة، الشدة اللي انتم عم تعملوها. فلا تركزوا على الوقت، ركزوا على السعرات الحرارية. خليني اورجيكم، I'm gonna show them the heart rate. رح احط كمان رابط تحت الفيديو بيورجيكم دقات القلب اللي انتم لازم توصلوها مشان تكونوا في مرحله الكارديو، لانه دقات القلب لازم ترتفع. يعني مثلا بالنسبه لي انا لازم اكون دقات قلبي لازم توصل بين ال 120 و 150 تكون في مرحله الكارديو. اي شيء فوق ال 150 بيكون نوع من انواع الهيت، يعني بيكون كثير قوي على الجسم، فما بعمله دائما، بعمله يمكن مره مرتين بالشهر ماكسيموم، ما بعمله اكثر من هيك. واي شيء اقل 110 كاني يعني كاني عم بمشي بس بالشارع، فلا يعتبر نوع من انواع الكارديو. فبدك تحاول ترفع دقات قلبك. انا رح شغل هذا الجهاز بس عشان ورجيكم شو قصدي بدقات القلب. Okay, careful that this doesn't hit the camera. Yes. Can you show them from here? Like show them this level. So شايفين هذا الرقم اللي هون اللي هلا عم بيرتفع، هذا الرقم هو درجة صعوبة الجهاز. فأنا كل ما برفع الرقم هذا الجهاز بيصير ثقيل، فكل ما بيرتفع كل ما الصعوبة بدها تزيد، كل ما بدي احرق سعرات حرارية اكثر. فمو مهم اذا انا قعدت ساعة ولا انا قعدت خمس ساعات، المهم هو درجة الصعوبة اللي انت عم تعمل فيه الجهاز. وتختلف من شخص لشخص، لانه في اشخاص مثلا مو متعودة على الحركة، مو متعودة على الكارديو، رح تطلع على الجهاز اكيد ما فيها تطلع لدرجة الصعوبة خمس، مثلا هون الماكسيموم 25، اكيد ما رح تقدر تطلع على الجهاز وتوصل لل 25 فرد مرة، بدك تبلش تعود جسمك على شيء خفيف وبعدين تصير تطلع. هلا هذا الجهاز اللي عندنا بيحسب دقات القلب، فانا بمسك هدول الاثنين. I think it should show me my yes my heartbeat. Okay. هيو 120 دقات قلبي. طبعا اذا بروح اسرع، okay let me go faster so I get my heartbeat up. Yes. Let's check it up. Wait. I need to remove my hands. رح روح اسرع. خلينا نشوف دقات قلبي كيف بدها ترتفع. Day 2. There you see it. Where? Ah, 138. هي دقات القلب. 138. فهي هي الفكرة، ما دام أنا دقات قلبي بين ال 120 وبين ال 150، أوكي أنا عم بعمل كارديو. رح أحط رابط أنا تحت الفيديو، أول رابط هو رح يكون اللي بيقول لكم قديش لازم يكون دقات قلبكم، لأنه تختلف من شخص لشخص حسب حجمك، حسب وزنك، حسب ذكر أو أنثى، فالأمر يختلف. فأتمنى تكون وصلت الفكرة، ما في جهاز واحد أفضل من جهاز ثاني، في أجهزة أفضل من ناحية ضغط الركبة. يعني مثلا I see you looking behind me a lot. Is someone like staring at us non-stop? Mm-hmm. Okay. No probably worries. He's probably an old dude, right? There were actually a few guys. A few guys? Yeah. Okay. Haters keep, or nah, haters nah, or fans? Keep going. Okay. What was I saying? What was I saying? Damn. What I don't know. Something about your knee, I feel. Ah, yeah. Dude.
dude. إيه مثلاً في أجهزة الضغط على الركبة بيكون عالي. مثلاً في أجهزة اللي هي الجهاز الدرج هذا الستيبر, هذا من أكثر الأجهزة اللي عالي الشدة لأنه هو صعب, فدقات قلبك بترتفع فيه, فعشان هيك صعب, وعشان هيك كتير ناس من كمال الأجسام بيحبوا يعملوه لأنه بيحرق سعرات حرارية كتيرة في وقت قليل لأنه درجة الشدة تبعته عالية. بس هذا الدرج للناس اللي عندها مشاكل بالركبة مفضل إنه ما يعملوه لأنه بيحط ضغط كبير على الركبة. فيعتمد على إذا أنت عندك مشاكل بالركبة أو لا, بقول لك أوكي اعمل هذا الجهاز أو هذا الجهاز. مو إنه والله جهاز النط أفضل من جهاز الغزالة أو إلى آخره. بس أتمنى تكون وصلت الفكرة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تسلخوا لايك, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.